في حال لا سمح الله توقفت هذه المولدات ستصبح هذه المستشفى عبارة عن مقبرة جماعية إلى تكاد تكفي إلى 3 إلى 4 أيام على أقصر تقدير. أغلب الحالات في الحضانة البروتوكولات العلاجية تعتمد على التيار الكهربائي، وطبعا لأنه أغلبهم بيعتمدوا على التنفس الصناعي، وفي حال انقطاع التيار الكهربائي ستحصل كارثة خلال 5 دقائق